distal port على proximal port. Distal port on a fixed proximal port. يعني هيك يعني أنا قعدت دلوقتي على طرف السرير ده دلوقتي بالطريقة أنا عندي proximal port اللي هو إيه؟ الفيمر والطارم صح ولا لا؟ ثابتة والديستال بارت هو اللي بيتحرك وده اسمه إيه؟ open chain. طيب من الحركة دي بص معايا كده من غير ما نبص في السلايدات والكلام ده من الحركة دي إيه اللي عمل الحركة دي؟ يعني إيه؟ single muscle group single muscle group على one joint صح؟ يبقى كده الحركة دي عملت single muscle group على one joint quadriceps. طيب إيه كمان؟ الحركة دي ويت بيرنج ولا نون ويت بيرنج؟ نون ويت بيرنج يبقى ادي ده شرط كمان يعني ديستال على بروكسيمال. يعني ايه ديستال على بروكسيمال؟ يعني الديستال بيقرب من بروكسيمال. او لو نمت بروم وتنيت رجلي يبقى برضه ايه؟ ده اوبن تشين. طيب ما بحكي معاكم الحكايه دي هتعدي لي كام سلايد قدام. طب الاوبن تشين ده في ويت بيرنج ولا نون ويت بيرنج؟ معنى كده الجوينت كونجرنسي اخباره ايه في الاوبن تشين؟ هل هو كبير قوي ولا مفيش جوينت كونجرنسي او حاجه بسيطه؟ جوينت كونجرنسي يعني ايه جوينت كونجرنسي؟ يعني جوينت سيرفيسز قصاد بعض هل هي في الاوبن تشين عاليه؟ ولا الموبيليتي اعلى؟ يعني في الاوبن تشين بتحصل موبيليتي اكتر من الاستابيليتي. خلي بالك من الحته دي عشان الحته دي هتساعدك بعد كده في الريبيتيشن ما تيجي تحط بروجرام اوف تريتمنت في حالات. واقول لك على امثله دلوقتي. يبقى الاوبن تشين شرطها ايه الاول؟ ديستال على بروكس. تاني حاجه سنجل ماسل جروب. تالت حاجه ليه؟ نون ويت بيل. رابع حاجه الموبيليتي اكتر من الاستابيليتي. وقلنا مثال عليها اللي هو ايه؟ حركه النيو جوينت في الاكستنشن. طيب واحد عامل اي سي ال ريكونستراكشن احسن له يعمل اوبن تشين؟ انا بس اي سي ال يعني لسه مصلحين الانتيريو كورشيت ليجمنت او الميديال كولاترال ليجمنت. انا بقول لك هنا بيديني موبيليتي اكتر بالاستابيليتي. انا محتاج موبيليتي اعلى مع لسه ليجامنت مصلحينه ولا استابيليتي اكتر؟ ده المثال او النوع الثاني. النوع الثاني لازم يديني استابيليتي اكتر اللي هو كلوزد تشين. كلوزد تشين هي حركه البروكسيمال اون افيكسد ديستال. اوريهالك ازاي عشان بس اعملها مره واحده عشان اصلا عندي كل ده كنت ماليش وما بستحملش الوضع. طب الحركه اللي انتوا شفتوها دلوقتي عباره عن كونسنتريك صح ولا لا؟ كونسنتريك كونتراكشن. طيب بص معايا انا بعمل فليكشن في الني صح ولا لا؟ طيب الاكشن اللي تم ده من سكوات من سكوات الاكشن اللي تم ده بانهي ماسلز؟ كونسنتريك ايه؟ كونسنتريك ايه؟ ميني 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 سكوات كونسنتريك ما خدوش كونسنتريك اكسنتريك. طب ما في ايه؟ اللي بيعمل فليكشن في الني ايه؟ هامسترينج هامسترينج اكسنتريك كوادريسبس. التيبيا بتقرب على الفوت يبقى ده دورس فليكسورز شغاله كونسنتريك بس اوريجن تو انسرشن. خلي بالكم. وايه كمان؟ الهيب بيحصل له فليكشن ولا لا؟ ايه ده كله؟ يعني في الكلوزد تشين انت بتقول لي بروكسيمال على فيكسد ديستال بس مش على طول. بس مش على طول. شوف كده بص معايا.
هو بروكسيمال اتحرك على ديستي. طب ما انا ممكن اتعلق في الهواء واثني جذعي لقدام ورجلي تبقى في الهواء. طيب شو ممكن يحصل؟ يبقى مش على طول، يبقى بروكسيمال على فيكسد ديستي مش على بس على طول في الاوبن تشين لازم البروكسيمال يبقى فيكسد. ساعه ما عملنا ريزيستنت اكسرسايزز او رينج اوف موشن بروكسيمال فيكسد والايه والديستال هو اللي بيتحرك، ده اوبن تشين. طيب ايه كمان الدخول الناس الاخضر؟ الحاجه الثانيه لا انت بتشتغل دلوقتي، عدت لك كام جروب اوف ماسلز تشتغل دلوقتي في المين سكوات؟ يبقى جروبس اوف ماسلز اون مالتيبل جوينتس، انما في الاوبن تشين وان جوينت على وان سنجل ماسل خلاص. انما في المين سكوات، وده مثال رائع للكروس تشين. طيب ايه كمان اخبار الجوينت كونجرنسي في الكلوزد تشين؟ ايه الجوينت سيرفيس مش قريب من بعض اكتر؟ عندي استخدم نوع ايه اسمه اكسيال لودنج. اكسيال لودنج اهو الوضع بتاعي من فوق لتحت او الضغط ده جاي اهو ومن تحت لفوق اكسيال لودنج على الجوينت يوم يزود الجوينت كونجرنسي. ايه كمان مش هو حمل على الجوينت؟ يبقى عامل حاجه اسمها ميكانو ريسبتور ستيميوليشن اللي هي ريسبتورز موجوده على الجوينت بتاعت البوزيشن والموشن، عمل لها ستيميوليشن. لما يعمل ميكانو ريسبتور ستيميوليشن يوم يعمل انهانسمنت للماسكولار كو كونتراكشن سراوندنج الجوينت. يعني ايه كو كونتراكشن؟ مش الفليكسورز حصل لهم كونتراكشن والاكستنسورز دي اسمها كو كونتراكشن. اجلس انتاجونست الاثنين عملوا كونتراكشن في نفس ذات الوقت عشان ينتجوا اكشن واحد صح ولا لا؟ اللي هو النيفليكشن. نقولها تاني معلش، ممكن اروح ناحيه اول وممكن اروح ناحيه اول يعني مفيش مشكله. اجي انا ناحيه اول هنا كل مره اروح هناك اجي لما يعمل مين سكوات وينزل الوضع ده ايه اللي اشتغل؟ كونسنتريك همس الكونسنتريك. فور ريسبت اشتغلت ايه؟ اكسنتريك. يبقى كده في اجنس انتجنس في نفس الوقت اشتغل ولا لا؟ تو بروديوس ويتش اكشن؟ ريفليكشن صح ولا لا؟ ده اسمه ماسك كونتراكشن. بيحصل عن طريق ايه؟ الميكانو ريسبتور اللي احنا عملناها في الليجن في الاول. ده جميل انت هتقع على الارض هنا. انت هتقع على الارض امسك نفسك كويس فبينزل سلولي with a coordination and co-contraction. وكده يقدر يعمل كنترول كويس في المصر عن طريق ايه؟ الكونجرنسي اللي عملت ستيميوليشن في الميكانو ريسبتورز اللي الميكانو ريسبتورز عملت ستيميوليشن تبقى ايه؟ co-contraction. وتأمل استخدامها. فعملت حاجة رائعة جدا. عملت استابيليتي في الجوينت دورينج موشن. يعني أنا وأنا بتحرك بص معايا وانا بقى بنزل من سكوات المفروض انا بنزل من سكوات الفيمر يهرب مني ويطلع قدامي يقع. لا ما بيحصلش كده عشان الكوادريسبس مش بس الكوادريسبس عشان الهامسترنج اللي بيمنع الموضوع ده الهامسترنج بيمنع شدام الورا استنى رايح فين. وفي نفس الوقت في طبعا الباس ستراكشر زي المينيسكس بيعمل حاجه دي انت كده شغال على ستابيليتي اكتر من موبيليتي صح ولا لا؟ هنا ستابيليتي يبقى انا اقدر استخدم هذا النوع من الاكسرسايز اللي هو كلوز ذا تشين في الفيزز او المراحل الاولى من الريهابيليتيشن عشان ريهابيليتيشن بالنسبه لايه؟ لحالات السوفت تيشو انجري معايا؟ خلاص هنا اجي انا هذه عندنا الاوبن تشين ديستال سيجمنت موف على فيكسد ايه؟
proximal segment. Close the chain, distal segment remain in contact, stationary or fixed, we in proximal هو المشتغل. Independent joint movement في open chain, no predictable joint motion in adjacent joint. يعني متوقع في open chain no joint واحد بس هو اللي هيشتغل. إنما لاحظنا في closed chain إيه؟ multiple joint. إذا multiple joint يبقى لازم يكون multiple muscle group. الثاني open chain single muscle group. طيب if resistance is applied to the moving distal segment لما بعمل resistance. النمط الثاني إيه؟ resistance is applied simultaneously to multiple moving segments. عارفين الراجل اللي بيعمل weight lifting؟ طب ما ده ريزيستنس بيعمل ايه؟ من سكوات وبيطلع تاني. طب ما ده كده بيشتغل ريزيستنس على اكثر من جوينت صح؟ بزود الويت بتاعه. ده اللي حصل بالظبط. انما التاني احط له ريزيستنس على الديستال سيجمنت ونفرد رجليه خلص مش محتاج. انما الكلوزد تشين لا، ازود ويت واقول له يلا انزل برجلك بقى ها بالراحه بالراحه. ده كله على فكره ده عايزه مستوى عالي للكنترول، التحكم العالي هو الجوينت. وفي كتير مننا ما عندهمش الموضوع ده. الاوبن تشين بيستخدم اكسترنال روتاتوري لودنج اللي هو ايه؟ حركه الجوينت روتاتوري موشن صح ولا لا؟ انما الكلوزد تشين اكزيال لودنج اكزيال لودنج. في الاوبن تشين مش احنا احتاجنا واحنا بنعمل ريزيستنس اكسرسايزز external stabilization يثبت البروكسيمال ويتحرك الديستال صح ولا لا؟ حصل. انما الثاني الانترنال stabilization في الكلوزد تشين باي مينز اوف ماسل اكشن. يعني انت مش محتاج في الكلوز stabilization ليه؟ ما هي استبلايز اصلا مش في كونتراكشن؟ مش في ادرس وانتجرس الاثنين شغالين يبقى عاملين stability للجوينت. مش محتاج اي stabilization external stabilization. يبقى احنا زي ما قلنا قبل كده الاوبن تشين ده ستابلايزيشن باي ذا ثيرمست، كلوزد تشين ستابلايزيشن باي ذا ماسكولار ستابلايزيشن. جوينت ابروكسيميشن قلناها اهو معاك. ايه ده احنا خلصنا المحاضره قلنا رقم ايه؟ لا مش بس ما تستعجلش لسه 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 كمان مع موضوع الستابلايزيشن اوف ميكانيكال ريسبتور بيحصل enhancement of awareness of position or sense of position. كل شويه عمال يحس بحركه الجوينت بتاعه اكتر. انا عايزك تقعد في لحظه كده تغمض عينك يعني تملك كل الاكسترنال سيجنالز من حواليك او ستيمولانس من حواليك وحاول مثلا تدخل حتى جرب موضوع الفيرتشوال باربر شوب. محدش جربها هتدخل يوتيوب طبعا ان شاء الله يكون في وضع حلو كده وتشغل فيديو اسمه فيرتشوال باربر شوب في اي ار تي يو اي ال باربر شوب حلاق يعني باربر شوب محل حلاق بس فيرتشوال. هتحط السماعات ودانك اليمين في اليمين والشمال في الشمال وتغمض عينك صدقني هتحس ان شعرك بيتحرك. المكنه جايه جنب ودانك وشعرك عمال بيتحلق ليه؟ لان البرين ايه السيجنالز اللي داخله له؟ اوديتري مفيش فيجوال وبالتالي متوقع فعلا انه في محل واحد بيجي يوشوشك في ودانك ويقول لك مش عارف والباب بيتفتح انت قاعد في محل. هو ده اللي بيحصل للبرين بيخدعه عن طريق انت بتلغي سنس. حتى في ناس واحد زي معلش اسمحولي يعني الراجل بتاع شركة تسلا ايلون ماسك. ايلون ماسك بيقول ان احنا عايشين في ماتريكس مش في واقع حقيقي. المهم يعني سيبك منه. طيب ماتريكس مش ماتريكس احنا في اختبار وخلاص ربنا عندنا فيه. طيب افتر سوفت تيشو اور جوينت انجري خلي بالك من حاجه. جوينت انجري يعني ايه؟ يعني ليجامنتس انجري يعني ماسكولار انجري. Proprioception and kinesthesia are disrupted. بيحصل لها مشاكل ما بيقدرش
جوينت ان السنس بوزيشن صح. ده حتى مع الانفلاماتوري بروسيس بيأثر على بروسيبشن وميكانيزم. ستاديز اوف اي سي ال ريكونستراكتد ني هاف شون ذات بروسيبشن اند كاينيسيسيا دو امبروف افتر امبليشن. عايز اقول لك على حاجه عجيبه جدا. تلاقيه عامل مثلا ايه؟ حاجه اسمها روتيتور كاف ريبير، مصلح روتيتور كاف والرينج اوف موشن كويس والاسترنس كويس وبيعمل كل حاجه في الدنيا كلها، بس يقول لك برضه كتفي بيوجعني. يبقى في مشكله في الميكانيزم السنس اوف بوزيشن. او في مشكله ثانيه هقول لك عليها المحاضره تحت المانيوال دلوقتي. بس احنا كونسيدر للميكانو ريسبتورز، انت اتعمل لك انهانسمنت او ريبيتيشن ضد الميكانو ريسبتورز؟ لا. يبقى لازم يتعمل لها ريبيتيشن مخصوص. عملت كلوز تشين؟ لا. انا على طول دخلت اوبن تشين. ده انت معمول لك ريبير. لازم تعمل كلوز تشين الاول. لو انا رحت للدكتور عمل لي عليها ريبير. اصله شاف اللي قبله بيعمل كده. وهذا ما وجدنا عليه انا بقى انا وده احنا ماشيين عليه في العلاج الطبيعي الا من رحم ربي. مفيش حد بيتكلم ايفيدنس بيز الا قليل جدا. طيب it's thought that closed chain training provides greater proceptive and kinesthetic feedback than open chain. عشان الكونفرنسي عالي فعمال بتعمل ستيميوليشن للريسبتورز اعلى. يعني relevant features of closed chain ازاي تزود وتقلل يعني مالهاش اقراها بس مش مهمه. general principles of resistance training ده عشان محاضرتنا هي محاضره طويله عشان 46 سلايد بس انا هديكم بس 20 سلايد بس مش اكتر و25 مين بيصفر؟ بره يا بره بره لا شيء طيب examination and evaluation. اي حاجه هتعملها انت كويس. النهارده بنعمل المايفاشال اندكشن لزمان من النهارده واحنا شغالين لان عنده تريجر بوينتس. المفروض ما يحصلش كده، المفروض ما نشتغلش على طول، المفروض بنختبر المكان الاول صح ولا لا؟ تعمل examination للمصل سترينث وعندي مصر جريد 3 وعندي جريد 2 وعندي جريد 1 وتشوف ايه الافيلبل اكسرسايزز لكل مصر. ديترماين كواليتيتيف اند كوانتيتيف بيز لاين اوف سترينث مصر مصر انديورنس والرينج اوف موشن الاوفر اول ليفل اوف فانكشن. هل هو بيقدر يتحرك ويمشي يروح حمام ويجي؟ لا. هل البيت موبيليتي وترانسفير اكتيفيتي كام في الميه؟ 50% كده فانكشنال اكتيفيتي ضعيف. يبقى احنا محتاجين نحسن ايه؟ نبدا بال 50 ونبدا نحسن الموضوع ده. ابلاي مانيوال موسل تيستنج اللي احنا اخذناه. انت لما بتبدا تيستنج بتبدا بالمانيوال ولا يعني مانيوال تيستنج قصدي جروب ولا انديفيدوال ولا فانكشنال موسل تيستنج؟ بتبدا بايه الاول؟ فانكشنال موسل تيستنج ولا جروب مصل تيست؟ ما هو المانيوال يشمل جروب مصل تيست. اي حاجه نيجي على ورقه. ها فانكشنال مصل تيست ولا جروب مصل تيست؟ ليه فانكشنال؟ ها جروب مصل تيست يعني انا شغال على الكوادريسبس جروب وبنا اعمل لها تيست زي ما عملنا مصر تيست للكوادريسبس او الادابتورز كلهم على بعض ما خصصتش حاجه بعينها. انما اما اقول له اعمل فريكشن للقلب وذ سوبينيشن يبقى ده كده ايه؟ انديفيدوال مصر تيست كده البايسبس. انما انا بقول له اعمل فريكشن وات ايفر ذا دايركشن لده يبقى انا ما يهمنيش المصل اكتر ما يهمني ايه؟ الجروب اللي بيعمل الاكشن. بس كده ايه الفانكشنال مصل تيستنج؟ ها؟ حتى بيقولوا عليه جروس موتور فانكشنال مصل تيستنج.
الفانكشنال ماسل تيستنج عكس المانيوال او الانديفيدوال ماسل تيستنج او جروب ماسل تيستنج. الفانكشنال بيختص باكتر من جوينت واكتر من ماسل جروب. يعني اقول له ما تهرش كده في ودنك الشمال وهو بيهرش عملها كده غير التلاته، اديله ريزيستنس الحركه دي اكتر من جوينت طبعا، ده كده كده اربعه ماكسيموم ريزيستنس وجابها فور رينج جريد خمسه، ده كده فانكشنال. عندنا زيرو، زيرو ما يقدرش يعملها، سب فانكشنال يعني يقدر يعملها بس ما يكملش، هو يهرش على كتفك الشمال يقدر يعملها بس ما يكملش خلاص كده، وكده سب فانكشنال. او يكملها وبايه ريزيستنس اقل وكده سب فانكشنال، انما فانكشنال لا يقدر ريزيستنس يكمل الرينج كامل حركه على اكتر من جوينت. معايا؟ عشان بس الموضوع ده مهم، لما تطلع المشكله اشتغل عليها انديفيدوال بقى، تروح تشتغل بقى على لا انا لقيته هو ايه بيفرد رجليه ما قدرش يفرد ركبته للاخر، بس الهيب نزل، الهيب نزل اكستندد بس ركبته ما فردتش للاخر، فضلت مبنيه سنه كملتها بس الجبهه بس معايا، يبقى المشكله فين؟ في الكوادريسبس. دماغكم نظيفه وهيجي منكم ان شاء الله، ان شاء الله احسن من الدفعه اللي فاتت عاملين. طيب قولوا لهم، قولوا لهم انا اصلا زعلان منهم اصلا من الدفعه، انا سالت الولاد معايا في السكشن حاجات لسه هقولها جاوبوهم. لا مش هم، لا كلكم كلكم، وحاجات سهله قوي ما تلخبطوش فيها وجاوبوها عادي. زار جيب الطوايع سيربط بتطور في الاخلاق اكتر كمان الاحسن. طيب انتربريت فايندينج Establish how resistance training will be integrated into the plan of care. هل هبدأ resistance من الأول ولا هبدأها بعد أسبوعين ولا هبدأها بعد ثلاثة؟ هدخلها إمتى؟ وأدخلها في أي صورة؟ open chain ولا closed chain؟ طيب re-evaluate كل شوية أعمل re-evaluation عشان أشوف إيه الأخبار. زمايلكم كنا بنعمله السنة اللي فاتت adductor resistance exercise، فبنهيمه على جنبه وأقول له ارفع رجلك اليمين وحاول تلمس ايه؟ رجلك الشمال، رجل اليمين تحت. اجينس جرافيتي. فبيعملها ما قدرش يعملها جريد ثلاثة حتى. اعمله ريزيستنس وخلاص. بارد البيت خلاص. كمل انت في البيت بقى، حاول تجيبها جريد ثلاثة على قد ما تقدر. وبعد اسبوعين جاي او اسبوع عمل جريد ثلاثة، نديلك ريزيستنس بقى. يبقى كل شوية نعمل ايفالويشن. Preparation for resistance exercises. طبعا دي ورقه بردي جبتها وكتبت عليها select and prescribe the forms of resistance exercises that are appropriate and expected to be effective such as هدخل مانوال ولا ميكانيكال. هل انا في فرق بين مانوال وميكانيكال في ايه؟ الولاد يقول الفرق بين مانوال وميكانيكال السيرفيس السكشن بتاعي فين؟ فين السكشن؟ فين السكشن بتاعك؟ تمام؟ ما انا عارف ابو ايه؟ رقصة وترقص، ما احنا عارفين انها رقصة وترقص، هتكون ايه يعني؟ المانيوال بالايد طبعا بالايد. حاجة غريبة ما شاء الله. اضفت حاجة. المانيوال بالايد عظمة. أنا عايز بقى الكلام اللي جنبي. لو ركزت في كلام سنين المانيوال، إنما الميكانيكال ثابت. ممكن أغير ريزيستنس برضه في الميكانيكال. الحتة دي أخمخة. لأني شربت 10 كراجيل أهم. بس الكلام ده ما بيقولوش اي حد في الجمهوريه كلها غير جنوب الواد. ارجو ان انتوا تكونوا على قدر ما احنا نتوقع منكم ان شاء الله. طيب ريفيو ذا انتسيبيتد جولز اند اكسبكتد فانكشنال اوت كومز. دلوقتي انا حطيت له اهداف في اول التريتمنت بتاعي، لما احط البلان حطيت اهداف اللي انا اتوقعها اللي هتحصل وكمان فانكشنالي. يعني مثلا امبارح رحت الراجل عنده كوادر ماليس، انا متوقع
انه مش هيقدر يرجع فانكشنالي 100%، بس ان شاء الله هيفضل يروح الحمام ويتحرك رايح جاي، انما يسافر ويتنقل انا مش متوقع. عشان كده انا بشتغل على هذا التوقع. اذا لقيت علامه تديني توقع اكبر وانا بعمل ري ايفالويشن هعلي سقف التوقعات. انما انا هلبي دلوقتي الراجل يلبسوه دايبرز، فما ينفعش. انا عايز انقله بقى المرحله دي. طيب مش عشان هو ما بيتحكمش، لا بيتحكم، بس مش قادر يتحرك من السرير. هذا بيشنت وير نون ريستريكتيف كلوز، زي ما احنا بنلبس كده اسمه ايه بتاع سكروب. هذا نون ريستريكتيف كلودينج حضرتك بتلبس سكروب دلوقتي، زمان كنا بنلبس حاجات تانية. طيب ايه بوسيبل؟ سيلكت افيرم بات كومفورتبل سبورت السيرفيس اللي بتلوك حيالات الاطفال اللي هو الفوم ده اسمه مات. مات مش الموكيت، لا بيبقى عباره عن حاجه طريه كده ونشفه كويسه وتقدر تشتغل عليها. ديمونستريت ايتش اكسرسايز اند ذا ديزايرد موفمنت بقى. دول لازمكم ايه؟ اعمل لو سمحت فليكشن في الشولدر. ما بيقيتوا بيعمل اكستنشن، اقول لا كده اعملها كان واحد لسه بيتعلمه. امسك دراعه وحركه بس، عارف بس حركه اكتف بقى، هديك ريزيستنس. ماشي يا عم الحكمه، طول بالك معايا. ابلكيشن اوف ريزيستنس اكسرسايز. طبعا انا عمري ما هبدا ريزيستنس اكسرسايز زي ما عملنا في السكشن، على طول احط ايديا ادي دراعك ارفع دراعك وادي ريزيستنس. لا عايز اقول لك على تب صغيره جدا عشان ما يحصلش سبستيوشن من زميلك اثناء الامتحان. ادي مايلد ريزيستنس، ما تتخانقش مع زميلك، مش هو يزق وانت تزق وليه. لا كان في ريست من شويه، كان في مصارعه اللي هي بتاعت بعدين، انما في الامتحان لا مش ريست. طيب warming up exercises قبل lower extremity resistance exercises patient يمشي 10 دقائق 10 دقائق على تريدميل 15 دقائق followed by flexibility exercises في الفرنت and lower اللي هي stretching اللي بدأته بعد السكاشن بدأ التخن. يبدأ يعمل stretch للكوادريسبس سيلف stretch، بس ده هنعمله في السكشن الثالث. او الهامسترينج الهيب فليكسورز مع الكوادريسبس، ده كله هيعمل زود الفلكسبيليتي مع التريد ميل. مش فلكسبيليتي لوحدها، خلي بالك ستريتش لوحده يضعف ماسل تون، يجي يدخل على ريزيستنس يحصل له كاتيجوريتي ستور ويحصل له ماسل تير. لا فلكسبيليتي وورمينج اب بعد كده يدخل يعمل ريزيستنس اكسرسايز. بليسمنت اوف ريزيستنس هحطه بروكسيمال ولا ديستال على البارت اللي انا اعمله ريزيستنس؟ هزود المومنت ارم ولا اقلل المومنت ارم؟ على حسب الحاله، على حسب الحاله. كمان في نقطه بالنسبه للبليسمنت اوف ريزيستنس، هل هحطه اكروس ذا جوينت؟ يعني ايه اكروس ذا جوينت؟ يعني ده هنا وبعمل فليكشن الشولدر. لو الجوينت الالبو جوينت سليم هحركه عادي، انما مش سليم يبقى احطه فين؟ طب ما يقدرش يحرك يبقى قرب. Placement of resistance may be applied across or intermediate joint among direction of resistance. يا اما concentric يا اما eccentric. خلي بالك eccentric لازم يتعمل slowly، ما يتعملش ايه؟ fast عشان اجيب eccentric كويس. عشان اساعد في الاكسنتريك بيحصل، ما هو اكسنتريك في ناحيه يبقى اكيد في الناحيه الثانيه ايه؟ يبقى لازم الاثنين يشتغلوا مع بعض، مفيش حاجه تغلب الثانيه. فعشان كده بيتم سلولي. ستابلايزيشن، لو انا محتاج فور دار ويت بيرنج ريزيستد اكسرسايزز، واحد قاعد على طرف الترابيزه وهيفرد رجله، ساعات بيفرد رجله، خلي بالك من الحته دي، بيفرد رجله ويرفع التاي عشان يفرد ركبته. هو قاعد اهو
قول له افرد رجلك يا عم الحاج وادي له ريزيستنس وبعدين لقيته ايه بيرفع رجله لفوق. سبستيتيوشن لا يبقى لازم اثبت له الثاي كويس وابدا اتحرك. طيب ايه كمان؟ During multi-joint resistance exercises in weight-bearing posture, the patient must use muscle control. Really close the chain. دي حتى من مسكرة close the chain. أنا عندنا دي open chain in case of biceps brachii, for example, stabilization occur at the anterior shoulder as elbow flexion is resistant. ده restriction بتاعنا. Intensity of exercises. هدي resistance قد ايه في الاول؟ Mild resistance. بعد كده؟ Moderate. بعد كده تزيد في الماكس. طيب يعني مثلا واحد يجيب جريد 5. جريد 5 على resistance بتاعتي انا. يبقى ازود له بقى اجيب له ويت او ازود له بقى الماكسيم resistance بتاعتي ده اخرها. وهو بيجيب جريد 5 ومفيش حد فينا بيجيب جريد 5 لان احنا سيدنتري لايف. طيب في الحمد لله ربنا فتح صوره واحد فينا وجاب جريد 5 في كل الماسلز بتاعته يقوم يعمل ايه؟ يجيب واحد اقوى منه او يحط جيد ميكانيكال ويت عليه عشان يقدر يشتغل مع جريد 5. انما واحد يجيب جريد 3 ابدا بالمايند ريزيستنس لغايه لما اوصل للماكسيموم ريزيستنس. في فرق ما بين الانتنستي في حاله ان انا عايز اعمل سترينث وما بين ان انا عايز اعمل انديورنس، صح ولا لا؟ في فرق. عارفين الفرق ده؟ طب ايه الفرق؟ البنت اللي نايمه جنبي، ايه الفرق؟ ايوه ايه الفرق؟ ايوه ايه الفرق ما بين الانتنستي لما عايز اعمل سترينث والانتنستي لما عايز اعمل انديورنس؟ نعم فكر براحتك. بتعملها مره بنعملها ثابته ولا بتزيد بعد شويه؟ انا بسالها دي. طب التكرار بتاعها كتير ولا قليل؟ بتاع السترينس يبقى كتير. كم مره يعني؟ طب اقعد داخل البيشن ده ما بيقدرش يشيل 5 كيلو، هو شال 4 بس عايز يشيله 5، هو مديله 5 ويعمل 10 مرات ويريح و10 مرات ويريح و10 مرات ويريح ماكسيمال رايح الزكاه الله يرحمه 30 مره. انما لو عايزه يعمل انديورنس خد ال 2 كيلو دول واعملهم لي 150 مره. ده كده اسمه انديورنس. وطبعا ليها حسبه يعني بنحسب 50% من الوزن اللي يقدر يشيله ماكسيمم ويت بيحسب منه 50% او يبدا 20% بعد كده 50% ويبدا يكرر يعمل ريبيتيشن. والدروس اكسسوارز موجوده في الكتاب الثيرابيوتيك. فانت هدفك ايه؟ عايز تعمل سترينث يبقى الانتنستي بتاعتي بيج رامي 50 كيلو شيل يا عم وانت مره واحده وارميها ولا حاجه. انما عايز انديورنس هم ال 10 كيلو تشيلهم على 50 مره. ده كده انديورنس. بس دول سهلين قوي. اعملوا 50 مره كده وريني هتشيلهم 50 مره ازاي. وده اللي انا عايزه. طيب initially have the patient practice the movement better than الاول against minimal load اللي هو mild loading to learn the correct pattern without substitution. فتبدا حتى مع زميلك في الامتحان كده minimal and the exercise technique have the patient exert a forceful but controlled and pain free effort. لازم يبقى كنترول ومفيش قلق اثناء ريزيستنس. The level of resistance
should be such that movements are smooth, unballistic, and or tremulous. يعني ballistic. يعني ballistic. يعني ما بنقطعش معاه. تلاقي مرة واحدة بطيء وبعد كده بقى سريع. بعد كده بطيء سريع. كده ballistic. تريمولس يعني ايه؟ بيرتعش وهو بيدي ريزيستنس. Adjust the alignment. الالاينمنت تفتكروا لما عملنا ريزيستنس فور ذا ابدكشن مثلا بتاع الهيب لازم رجليه تبقى ايه؟ نيوترال ميد لاين لا هي اكسترنال روتيتد ولا انترنال في النص. وانت ابدكشن وارجع في النص وادخل ابدكشن. مش من ابدكشن تو ذا ميد لاين ده ابدكشن لا من ميد لاين كروس ده كده ابدكشن. ايه غريبه؟ غريبه للشيطان صح؟ الادكتورز اشتغلوا بس انا بكلمك على الرينج بتاع الابدكشن. الرينج بتاع الابدكشن ايه؟ ميد لاين زيرو يدخل كروس ده كده ابدكشن. زيرو 15 اقصى حاجه 20 بس. طيب فوليوم نمبر اوف ريبيتيشنز اند سيتس او قلنا ايه 8 ل 12 ريبيتيشن قلت لك 10 مرات اهو. طيب والسيتس يعني ايه الست؟ الست الواحده مش قصدي عليكم الست الواحده من 8 ل 12 ريبيتيشن مجموعه يعني بالظبط. و اجينست مودريت اكسرسايز لو ذس volume induces typical acute and chronic responses that is muscular fatigue and adaptive gain muscle recognition. لو اديت repetition ممكن يعمل لي fatigue. يعني مثلا اديت للبيشنت 10 النهارده 10 في 10 في 10 ب 30 مره طيب راح البيت قال لي انا حسيت بالم في الرقبه. هو عامل ايه؟ اللود يقل يبقى 8 مش 10 او نخليه مجموعتين مش مجموعه واحده مش ثلاث مجموعات عشان نقلل اللود على المصل شويه ونمنع موضوع الفاتيجابيلتي. نفس الوقت لازم تفرق ما بين حاجتين. هل هو الالم ده عشان الادابتيشن اللي بيحصل ولا الالم ده ادابتيشن في المصل طبعا ولا الالم ده عشان الفاتيج؟ ده اللي يفرق. طيب After brief rest, perform additional repetitions. Second set, تمرين 12. For progressive overloading, initially increase the number of repetitions. هنزود the number of repetitions الأول. At a later point in the exercise program, تزود the resistance. يعني عملنا في الأول 10 مرات. عمل 10. يومين ثلاثة عملنا 20. يومين نفس اللون. يومين ثلاثة عملنا 30 مرة. على ثلاث مجموعات كده حلو قوي. نزود بقى اللود على 10 مرات على مجموعه واحده. نزود اللود على مجموعتين وهكذا. يبقى جرادويشن ان انكريزنج ذا انتنسيتي ببدا بايه الاول؟ انكريز الريبيتيشن الاول بعد كده ازود الانتنسيتي او ريزيستنس. فيربال اور ريتن انستراكشنز When teaching an exercise using mechanical resistance or when applying manual resistance, use simple instructions. ما تقولوش flex your elbow. قولوا bend your elbow. أنا قلت للولاد النهاردة هو بيعمل blunt flexion في ال في ال right ankle. قلت لكم إيه؟ ها؟ دوس بنزين. لو قلت لي في الامتحان دوس بنزين أقول لك صح. ما ده resistance. دوس بنزين. هو اللي معاه عربيه هيعرف دوس بنزين. اللي مش معاه نعلمه دوس بنزين باليمين. طيب بس في اللجنه بتاعت انا. بس دونت يوز ميديكال ترمولوجي. زي تقول له ايه؟ بنت اند ستريتن يور البو رادر ذان افضل من انت تقول فليكس او اكستند. بي شور ذات ديسكريبشن اوف ريزيستنس اكسرسايز لازم يكون ريتن او متصور. ساعات بيطلب منك العمالين ممكن نصور التمرين عادي يعني ايه مشكلة؟ فاش اي حاجه لا ما تصورش ممنوع. قال ايه سر عسكري
طب هيروح يلف ويدور يجيب التمرين برضه؟ لا، يا اما انت معاك صور للتمارين والشرح بتاعها زي دكاتره العظام. بعض الدكاتره يعني يجي المريض كده ويقول له الساعه عامله للهروب بس لو خد التمارين دي اعملها في البيت بعد ما اعمل عمليه. طب انا هعمل عمليه طبيعي طبعا بتاع بس التمارين دي اعملها في البيت. طبعا التمارين دي فيها اصعب حاجه وفيها اهدى حاجه، فياخدها يعملها كلها يبوظ. لازم اندر سوبرفيجن. افرض عملها غلط، لو انت صعبان عليك انه دفع 10,000 ولا 15,000 معاك مش عايز يدفع 10,000 في جلسه. مثال 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 هنا في الصعيد 10 سنين. طيب. بلاش ولا نجيب انت كشري معاك. طيب. مونيتورنج ذا بيشن. خلي بالك انت بتعمل ريزيستنت اكسرسايز. ساعات تلاقي بدا ينهج معاك. او وشه بدا يغير. النهارده امبارح وانا بعمل له بس بيتحرك بالويت بس بتاع الايه؟ لقيته اقول له في ايه؟ يقول لي في الم في دراعي. تبص الفيشل اكسبريشن عشان فين في الم في دراعي؟ في كتفي. تشتغل على كتفه بقى الحاجات اللي هقولها عليها الترم الجاي اذا ربنا قدر يعني درس ترم. محدش يدعي عليا يعني الدنيا تبص. طيب. يبقى assess patient response before, during and after exercises. يعني ببقى طالع مثلا داخل الاكسرسايز ماشي كويس، اطلع من الاكسرسايز عمال اعرف يبقى كده انا كسحت. لا والله بلاش تمونيتور ذا بيشنت. شوف حركته قبل الاكسرسايز ايه؟ يعني انا قاعد عمال بشرح السكشن النهارده عمال افكر ايه الاكسرسايز اللي ممكن اعملها تاني للبيشنت اللي بتعمله ده. اول سيشن انيشال سيشن از نوت ذا اكشوال سيشن. هو انت قعدت معاه ساعه الا ربع عشان بس لسه في حاجات تانية. عايز تشتغل معاه تاني. فالسيشن الجاية بتطول أكتر، يعني في حاجات بتضيفها أكتر. وهكذا. في حاجة؟ اتفضل. الساعة 4 أنا عنده سيشن اتفضل. ممكن دقيقتين بس؟ دقيقتين بس ممكن؟ Precautions for resistance exercises. أول حاجة ما ينفعش يشتغل الأوضة بتاعته تكون سخنة زي ما احنا عارفين كده الأوضة مكيفة وجميلة جدا. حاجة تانية ما تبدأش resistance with maximum level. Avoid use of heavy resistance during exercise for children. الأطفال ما تعملش الاكسرسايز. Don't apply resistance across unstable joints زي ركبه كده مكان unstable. ما ينفعش عند ريزيستنس ايه؟ للشولدر فريكشن وان ان ستيبل ايه؟ البو. هاف ذا بيشنت افويد بريث هولد اللي هو حاجه اسمها فالزلفا مانوفر اللي هو يكتم نفسه ويرفع لفوق. ده كده بيعمل بريث هولد. دي كده مشكله كبيره. لو عنده مشكله في القلب يوعى فيها. طيب. Avoid uncontrolled ballistic movement. Prevent incorrect or substitution. Avoid exercise that place excessive unintended secondary stress on the back. حد سمعته النهاردة بيقول لي ايه المشكلة بنعمل extension للني against gravity. طبعا احنا ورجليه بره السرير ورجليه تتبنى ثلاث مرة السرير وايه وفرد رجله against gravity. ليه ما يطلعش بره خالص برجليه الاثنين ونفرد رجل لرجل يعني كانه زي توماس يعني رجله الاثنين بره كده الاثنين. قلت له افرض عنده مشكله في الباك الانيزوس ماسكه في الباك هتتعب له ضهره فانا عايز اعزل الموضوع ده. لا ضايقني رجل على السرير والثاني هي اللي اتحط عشان اتجنب اي ضغط على الباك. اي واحد مثلا عامل لسه السيبتومي عليها في الظهر واقول له الدكتور مديله الورقه بتاعت التمرين دي ولا منها ايه؟ ستريتش جريزي حاجة عظيمة جدا. العيال الناس طالعة عند هي تعمل ستريت جريزنج يعني اللهم صل.
avoid cumulative fatigue due to excessive frequency of exercises. مش يلا عاش شد حيلك الله يلا لا ده cumulative fatigue مش قادر يلا شد حيلك عشان مش عارف ايه بطولة ايه هو مش شغال موظف في السكة الحديد طيب discontinue exercises if the patient experience pain dizziness ساعات dizziness بسبب نقص الاكسجين او قلة بايو المهم مهمة جدا ان البيشن اثناء exercises or unusual or perceptual shortness of breathing اما مشكلة عنده في الشست يا اما مشكلة كارديا او مع الهايبرتنشن هايبرتنشن بيأثر على البريدي مشكوركم جدا اللي هيكمل معايا مانيوال اتفضل